قال لي ان الليله عشان يروح انا وياكي حتى اشوف بنتي. يلا الحمد لله. يلا فوتون، هذا الشاب اللي واقف هناك مش نورس؟ حضرتلك هذا القلب بايدي. نورس قلت لك ما تقرب على ممتلكات البكوات، ليك الحرس وين؟ انا بيأذوا. جبت لك هيدي الهديه، بدك اياها؟ اعطيني اخذتها. يلا فل فل بترجيك فل، ما بديهم يأذوك. مشكله انه عم بشتاق لك كثير. انا بالسهره بروح لعندك. البيك سمح لنا من طولة تروح تزور البنت وأنا رح روح معها. يلا فل فل دخيلك، أنا هلأ بالليل رح عندك. طب خليني ساعدك شوي وبرجع بفل. ما تشوف نورس دخيلك عم بطلب منك أنك تفل. بترجيك بترجيك فل. إذا بده يضل نورس يتصرف بهذه الطريقة رح يأذينا ويأذي البنت كمان. شو عم بيجي يعمل هون هيدا؟ شايف ناقصنا مشاكل تبع اليوم التاني بيجوا بعرضنا للخطر؟ إيش أنا حتى يعطيني هيدا؟ شو هيدا؟ هيدا قلبه هو نحته بإيديه. شو يعني؟ قالك إنه بحبك؟ هيك شي. شو هيك شي؟ أنت عارفة كثير منيح إنه ما فيك تحبي حدا من برا هون ولا تتجوزي حدا من برا هون. أنا فيني أعمل اللي بدي إياه من دولا. فيني أعمل اللي بدي إياه وما حدا إله معي شي. هيدي حياتي وأنا حرة فيها. هيدا شو الحكي اللي عم تحكيه؟ سامع حالك أنت جنيتي؟ اوعى تخلي هالمجنة يلعب لك بحالاتي. غيرك كان أشطر منك. رجال وشوارب وعضلات ما قدروا وقفوا بوجه البكوات. أدخل رجال لما طلع صوته شنقوه بالساحة وما حدا استرجع تحلفظ. اوعى فوتو اوعى.